ديالها والمنطقه اللي منها. هي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فرقه الحصاده يرقصها احمد الرياح من حد الغربيه اقليم طنجه. هذه الفرقه هذه كتحيي التراث، هذه التراث هي من قديم الزمان واخذناها من ابائنا وابائنا، يعني ورثوها من الاجداد. وملي كيدخل فصل الصيف ان شاء الله، ملي كيدخل فصل الصيف كنحيوها، كان في انقراض وحنا دابا حنا حييناها وخلناها هي تقارد. ملي كيدخل فصل الصيف كنوضو كنبقاو نحضو مع بعضنا، كل نهار عند واحد، نهار هيدا ونهار هيدا، وكان باتو كتسمى التويزه. كتسمى التويزه، نعم اسيدي التويزه هي كنعملتها وادا القايد اللي حافظتوا عليها، وداك الشيء حافظنا عليها، اللي حافظنا عليها وحييناها وملي كانت في انقراض. دابا حنا عاد حييناها عام 1977. والحصاد بالاضافه يعني الفرقه اللي انتم كتحتفلوا يعني بالموسم ديال الحصاد، كان شي ماكله كتقدم في هذاك النهار؟ شي ماكله اللي كتقدم ذاك النهار اللي كيكون فيه الحصاد؟ الصباح كيجي كيقدم لنا، كيمشي كيجيب لنا الزبده، كيعمل لنا الخبز ديال الفران، وفي الغداء كيذبح لنا، كيكون عنده التوازن، عنده توازن، كيجي كيذبح لنا بالنهار، كيغدينا، ملي كنبقاو نخدموا حتى الليل، بالليل كنروحوا لعندو، كنباتوا قصارين عندو، لا غدا كنمشيو عند واحد اخر، حتى كنقيلوا عندو، ونهار كنديروا التيواز، ونهار عندكم، نهار عند واحد. إذا أنتم كنتوا كتشاركوا في الحصاد كتشاركوا؟ نعم أسيدي كنشاركوا في الحصاد يعني، وما كنخليوش، كنشاركوا في المواسم، وكنشاركوا في المهرجانات، ما كنخليوش بلاصة، كنمشيو لكل بلاصة.